Est-ce que tu vas bien? هل أنت بخير؟ هل أنت بخير؟ ني خاومة بالنسبة للمدائم تستعملها أسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، محبين قناة جيكم اكس في وكذلك المتتبعين الكرام. إذا سوف أقترح لكم فيديو آخر من تعلم اللغة الصينية وأتحدث باللغة الصينية بسهولة. إذا دائما في تحدي اللغات الصعبة من بينها اللغة الصينية. هيا بنا نتعرف على الفيديو هذا اليوم ونتمنى لكم حظا موفقا. إذا نقدم لكم الدرس الخاص بالتواصل باللغة الصينية. أول درس بونجور السلام عليكم نيخا. بالنسبة للتعبير تنقسم إلى قسمين، ني أنت أو أنت وخا هو فعل. إسكو تو فا بيان، هل أنت بخير؟ هل أنت بخير؟ ني خاومة بالنسبة للمدائم تستعملها أسئلة. ني خاومة جو في بيان، أنا بخير. هو خنخا ما تنستعملش هو خا، هو خنخا. شكرا ميرسي سياسي. إي توا نينا نينا. جو نو في با بيان، أنا لست بخير. هو بوخا نستعملو بو من أجل النفي. هو بوخا. Au revoir, ça tient. Ça, ça y tient. Ça y tient. Ça y tient. Alors, au revoir, il est là. Aïdou maï, ni hao, ni hao, ni hao, ni hao ma, ni hao ma, ou hen hao, c'est ça, ni na, ou po hao, ou hen hao, c'est ça, ni na, ou po hao, ça tient, ça tient. 你好，你好吗？我很好，谢谢。你呢？我不好。再见，再见。في نهاية كل فيديو أقترح عليكم بعض التمارين خاصة بالنطق باللغة الصينية لكي نتدرب جيدا. إذن الفرق بين مستوى عالي ومستوى منخفض. تبعوا معي الله يخليكم. إي ما هاو سان او ني با هن مي ما. في التمرين الثاني الفرق بين ايقاع تصاعدي وايقاع تنازلي. تاي تاي ما بو بو تين ليو شاي شن تا هاي. إذن نتمنى لكم إن شاء الله حصة مفيدة وممتعة من تعلم اللغة الصينية بطريقة ذكية وبسيطة. شكرا لكم على حسن التتبع وإلى اللقاء إن شاء الله، ونلقاكم في حصة قادمة من أتحدث باللغة الصينية. شكرا لكم على المتابعة.